13. طيب كيف الدراسة؟ تمام كويس ممتاز. تأخر شيء؟ رائد، أنا هاليومين راح أرجع لك التليفون لأني شايفك صاير عاقل. عشان تعرف زي ما بعاقب بكافئ، ومثل ما في عقاب في ثواب. بس أنت ظلك على اللي أنت فيه. شكرا. لا تتأخر. حاضر. في بنت هون اسمها دينا. دينا؟ دينا شو؟ شو بتقرب لك؟ دينا رشاد، بنت خالتي بتكون. طيب لو سمحت تفضل، لأنه لو المديرة شافتك بتعمل لك مصيبة، ومش بعيد كمان تطلب لك الشرطة. طب ميرنا هون؟ مع السلامة. السلامة. لو سمحت تفضل، تحب أنا أدي لك المديرة؟ لا لا خلص خلص. تفضل. زيد، شو بدك مني؟ تعال بدي اياك شوي. بحكي لك تعال، تخافش. شفتي؟ قلت لك رح يجي يدور علي. بنات حكوا لي الشاب تبع السوا كان قدام المدرسة وسأل عني. لا قولك اهدي اهدي، والله روقي. انا وفادي حكينا باللي صار. شو حكيتي له؟ ليه ما قلتي لي دغري؟ قلت له انه ما إلك دخل طبعا، وصراحه ما كنت بدي ازودها عليك بعد قصه امك. اكيد كبر عندهم الموضوع عشان هيك بده يعرف. اكيد عرف انه الشاب عم بيدور علي. لا قولك لا، هو بس سألني عشان عنده فضول مو اكثر. بتحبي اخلي فادي يحكي معه؟ لا لا اسحك، ما بدي كمان حدا يتدخل ابدا.
يا ربي أشهد. اسمع زيد، انت مش بتفهم في الكمبيوتر والقصص هاي، بدي اياك تشوف لي طريقة. اشوف لك طريقة كيف؟ مين حكى لك اصلا اني بدي اساعدك؟ انت بتستاهل كل اللي بصير فيك. اسمع ولا، بدك تساعدني غصبا عنك، فاهم؟ لا رائد. لا رائد. دير بالك على حالك من زيد، لأنه الظاهر ما حرمت. أن التبخر هو تحول المادة السائلة إلى الحالة الغازية. دينا؟ دينا؟ بشو سرحانة؟ دينا، احكي لنا بشو سرحانة؟ خلاص بالحكي فاضي. دينا، ركزي بالحصة. وما المقصود بمعدل التبخر؟ وما العوامل المؤثرة فيه؟ وهل يختلف معدل التبخر في المنطقة؟ زيد. ايش في؟ شو كان بده منك رائد؟ ولا اشي. شو ولا اشي؟ صايرين صحبة وفي بيناتكم اسرار وتخبوا عني؟ فهدي موضوع وخلص، ايش بدك؟ زيد احكي لي عشاني. بده اياني اساعده نعرف مين اللي نشر الصور. بحكي لي انت شاطر بالكمبيوتر والقصص هاي. طب وانت شو حكيت له؟ لا طبعا. خليه الله لا يرده. شو جبرني؟ طب اعمل لك اشي؟ لا. زيد احكي لي. ايش بدك اقول لك؟ لك اقول لك الحقني، رائد بضربني، انا بعرف اجيب حقي منه، بعرف اتصرف معه. ايش هيك الموضوع بس؟ يعني انت عارفني انا بعرف اتصرف معه كمان. ما تحسسني انه انا ولد، انا بعرف اتصرف معه، بعدين هو بيجيب المصايب لحاله. ايش مالك؟ اخي اسمع، بدي احكي لك موضوع بس جد بوعدني بدون توش مشاكل. ايش في هنا؟ اليوم اجى رائد على مدرستنا وسأل عن دينا، جد خايفة عليه. وبعدين معه هاد مجنون؟ يعني اذا دينا ما نشرت الصور مين بده يكون نشرهم؟ جد مو عارفة، حتى سميرة ما أعتقد تعمل هيك شغلة بس عشان تضايق دينا، يعني أكيد لا. ماشي أنا بشوف. فادي بس برواء، الله يخليك، البنت مو ناقصها، القصة وصلت لأمها وحرام، يعني بنت يتيمة وجد منيحة. تخافيش، ما بعرف جن كلهم شوية صور غريب صح؟ ماما ايش عم تعملي؟